وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة بالسجون من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحياً ومعيشياً وتعليمياً وتأهيلياً، إضافة إلى تفعيل إجراءات الطب الوقائي بالسجون في ظل جهود الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد. من هذا المنطلق وحرصاً على سلامة وصحة نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، قامت الوزارة بعمليات تعقيم وتطهير لكافة منشآت السجون. فما يجري هنا هو تعقيم وتطهير لهذه المنشآت تقوم بها فرق الطب الوقائي من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في إطار خطة شاملة تنفذها الوزارة تهدف في أحد محاورها إلى تعقيم وتطهير شامل لكافة منشآتها حماية للعاملين بها والمترددين عليها. بداية من بوابات السجون إلى الطرقات الداخلية كان التعقيم وبفاعلية، لتنطلق فرق الطب الوقائي بعدها إلى أماكن الزيارات حيث سبق وتم تعليق الزيارات للسجون ضمن الإجراءات الوقائية التي نفذها قطاع السجون لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين النزلاء. ومع مواصلة العمل تم تعقيم وتطهير المكتبات المختلفة لضمان صحة وسلامة مرتاديها من النزلاء، كما امتد الأمر إلى فصول محو الأمية والفصول الدراسية والمطابخ، وصولا إلى المستشفيات والعيادات التي تم تعقيمها بعناية واحترافية كبيرة حفاظا على سلامة وصحة المترددين عليها لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة لهم في إطار ما يتم توفيره للنزلاء من رعاية صحية ملائمة في تلك المستشفيات ذات التجهيزات التقنية والبشرية الكبيرة التي تؤهلها لتوفير أفضل رعاية طبية للنزلاء. عنابر النزلاء أيضاً شملتها عمليات التعقيم والتطهير وفقاً للإجراءات الوقائية المتبعة لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا بينهم. كل هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون المصرية تأتي ضماناً لصحة وسلامة نزلاء السجون مع ما تقدمه الوزارة من رعاية متكاملة لهم على كافة المستويات، والتي تضمن تأهيلهم وإصلاحهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.